تنتعش حركة السياحة الداخلية بمدينة أسوان خلال فصل الشتاء وإجازة نصف العام الدراسي نظرا لما تتمتع به من جو دافئ في فصل الشتاء، باعتبارها أحد المقاصد السياحية التي تتنوع بها المزارات السياحية من معابد ومتاحف وحدائق وجزر نيلية. وتعتبر الحديقة النباتية أحد أهم المزارات السياحية التي يحرص زائرو أسوان من المصريين والأجانب على زيارتها. التفاصيل والزميل جمال صيام. فصل الشتاء وخلال أجازة نصف العام الدراسي من كل عام، تشكل السياحة الداخلية إلى مدينة أسوان أحد أفضل الوجهات السياحية الشتوية على الإطلاق، فيتتميز بجوها المعتدل شتاءً، وتعتبر الحديقة النباتية بأسوان أحد أفضل مواقع الجذب السياحية بالمدينة، ومن المزارات السياحية التي يحرص السائحين المصريين والأجانب على زيارتها، نظرا لما تتمتع به من طبيعة خلابة ولكونها متحف نباتي مفتوح يضم أنظر النباتات الاستوائية وفوق الاستوائية في العالم. تعد زيارة الحديقة النباتية بأسوان رحلة نيلية ممتعة باللانشات والمراكب الشراعية، إضافة إلى موقعها الفريد بين أحضان نهر النيل، حيث تتمتع بمناخ معتدل في الشتاء وطبيعة خلابة وساحرة تتمثل في المجموعات النباتية المتناسقة التي تنفرد بها والتي تبهر الزائرين من المصريين والأجانب. الحديقة النباتية بأسوان، طبعا احنا في أجازة منتصف العام ويتوافد إلى الحديقة آلاف الزائرين يوميا، سواء أجانب أو مصريين سياحة داخلية، طبعا من جميع الجمعيات والمؤسسات والكليات والمعاهد والأهالي، الرحلات طبعا طبعا، وبتستعد الحديقة لاستقبال الكم الكبير من الزائرين بكل النواحي المختلفة، سواء إنشائية أو نواحي جمالية في الحديقة أو خضراء زي قص الأسيج الخضراء وقص الأسوار والمسطحات الخضراء وزراعة الزهور وزراعة نباتات جديدة. والإنشائية دايما إن احنا بنوفر للزائر للمكان كل ما يقضي بيه اليوم بسعادة واطمئنان، وما بيبقاش فيه أي مشكلة قدامه، زي صيانة دورات المياه وصيانة المشايات والبرجولات والكراسي عشان تستوعب العدد الكبير اللي بيجي يوميا للحديقة النباتية بأسوان. طبعا احنا بدأنا المنتصف الثاني من أجازة نصف العام والإقبال بيزيد أكتر وأكتر، وإحنا طبعا هنا في الحديقة النباتية بنستقبل الزوار من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 5 مساء، بييجوا يتعرفوا على المكان، طبعا بيدخلوا المتحف النباتي ويشوفوا العينات النباتية الموجودة، طبعا في منهم مهتمين بالنباتات والنباتات النادرة، وبعد كده بيتطرقوا إلى المشايات وبيشوفوا كل النباتات الموجودة في الأحواض، طبعا كل نوع من النباتات موجود عليه التيكت الخاص بيه واللوحة الإرشادية الخاص بيه، وبيستمتعوا بالجو الجميل الدافئ. طبعا أسوان عروس المشاتي وأرض الذهب وعاصمة الشباب العربي الأفريقي، وبيسعدوا باليوم ده وبيقضوا فيه يوم جميل ومتميز. تشكل الحديقة النباتية الوجهة المفضلة لزائري أسوان للاستمتاع بالسكينة والطبيعة الخلابة ومناظر قلما توجد في أي مكان آخر في العالم، حيث يحرص الزائرين على زيارتها في رحلات ترفيهية في مجموعات مع العائلة والأقارب أو الأصدقاء أو زملاء العمل والدراسة. وتشهد الحديقة النباتية بأسوان توافد أعداد متزايدة من الزائرين خلال فصل الشتاء وأجازة نصف العام الدراسي. زائري الحديقة النباتية بأسوان عبروا عن إعجابهم وانبهارهم بالحديقة النباتية، مؤكدين أنها تعد حديقة فريدة من نوعها نظرا لما تحويه من مجموعات نباتية متجددة من شتى بقاع العالم، فهي بمثابة صوبة مفتوحة لتلك النباتات النادرة. كما يحرص زائري الحديقة النباتية على شراء الهدايا التذكارية من المنتجات اليدوية التي تشتهر بها محافظة أسوان، لتكون بمثابة أشياء تذكرهم بزيارة هذه الحديقة النباتية الجميلة. احنا أول مرة نيجي أسوان ورحلة ترفيهية، وجينا حديقة النباتات والمناظر هنا حلوة جدا والنباتات النادرة موجودة زي التمر هندي وكده، يعني كانت حاجة حلوة، يعني
حاجة طبعا الهندي مش موجودة في مصر يعني غير في أسوان يعني، فدي حاجة حلوة يعني. وكل حاجة هنا شكلها حلو أصلا، والمناظر والنيل والصخور والنباتات النادرة جنب النيل تحفة، وإن هي أصلا زي ما قلنا إحنا إنها مش بتطلع في أماكن كتير قوي، فشكلهم تحفة، والاندماج مع الطبيعة مع النيل وكده كل حاجة شكلها حلو قوي. يعني دي حاجة حلوة ان في حاجة طبيعية ومش موجودة في اي حتة يعني، لازم نبقى هنا يعني في أسوان يعني مش في اي حتة يعني عامة. اعتقد ان هي كمان هتفيد البلد وهتفيد كل حد يعني، والاهتمام عامة بالزراعة هنا حلو جدا، والمناظر الطبيعية حلوة قوي. لا يوجد أروع من قضاء رحلة ممتعة في فصل الشتاء إلى الحديقة النباتية بأسوان، فهي أصبحت مزارا سياحيا جاذبا للزائرين والسائحين من مختلف بقاع العالم، فهي تمثل بانوراما جميلة على صفحة النيل وطبيعة ساحرة وخلابة. من الحديقة النباتية بأسوان، جمال صيام، قناة طيبة.